رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس، الإصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموثاوس الإبن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب احتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم فيجلوس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أنسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في رومية طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. رسالة تيموثاوس الثانية هي آخر رسالة كتبها القديس بولس في معرض 14 رسالة اللي سجلهم في العهد الجديد، هي آخر رسالة. فالرسالة دي تحوي خبراته في الخدمة وتحمل روح الوصية، بيوصي تلميذه بقى خلاص ده هنتقل، وزي ما هنوصل في الإصحاح الرابع هلاقيه كأنه بيسجل وصيته وبيحضر نفسه للانطلاق من هذا العالم. بيشجع هنا تيموثاوس إنه يعيش في الأمانة، وبيحط له مبدأ وصية مهمة جدا في عدد 7، يقول كده: الله لم يعطنا روح الفشل. طب ربنا أعطانا إيه؟ أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. والنصح هنا يعني الإدراك السليم، إن الواحد يفهم الأمور صح. الله لا يعطينا روح الفشل أبدا، لكن هو دايما بيزودنا بروح القوة وروح المحبة وروح النصح. عشان كده كل ما الإنسان كان قريب لكلمة ربنا وبيعيش فيها وبيفهمها، عمر ما الفشل يجي عنده، ما بيديناش روح الفشل. وعلى رأي القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول: لا يقدر أحد أن يؤذيك ما لم تؤذي أنت نفسك. يعني إذا الإنسان تصرف بعدم حكمة هيقع في الفشل، لكن ما فيش فشل الله يعطيه، دايما عطايا الله إيجابية، يعطينا القوة والمحبة والنصح. وبيأكد عليه مرة تانية إنه يحفظ الوديعة، يقول له في عدد 13: تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني. في عدد 14: احفظ الوديعة الصالحة. بيأكد على إزاي الإنسان يحفظ إيمانياته ويحفظ حياته ويحفظ ما تسلمه لكي ما يسلمه
لمن بعده، وبيطلب رحمة لبيت أنسيفوروس ده خادم الخدام. وأنسيفوروس يظهر كان بيسأل على بولس الرسول وبيشوفه هو محبوس في روميا وبيطمن عليه وقابله وقعد وياه، عشان كده بيطلب له الرحمة والمعونة الدائمة من عند الله. في الإصحاح ده في عدد 3 و4 بيأكد على العلاقة الطيبة اللي بتتربط بين الخادم وخادم آخر، فيقول له كده: أنا أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح. في علاقة وجدانية قوية بين الخادم الكبير اللي هو بولس الرسول والخادم التلميذ اللي هو تيميساوس، ويقول له كده: أن أنا بصلي لك باستمرار، بحب أشوفك وفاكر دموعك في جهادك الروحي، ودموعك دي بتطمني عليك ولذلك أمتلئ فرح. الحقيقة هي مجموعة من الوصايا الجميلة اللي بتضمن للإنسان أنه يحيا الحياة ويتمتع بالفرح. ربنا معكم.